طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. كشف النائب الحالي في البرلمان صباح الكناني في لقاء متلفز عن وجود حالات تحرش ومساومات تتعرض إليها النساء عند زيارتهن لذويهم المعتقلين في السجون الحكومية. كشف عن أسماء تقوم بإدارة السجون وهي المسؤولة كما قال عن كل ما يحدث من انتهاكات في السجون. خلونا نتابع مقتطفات من حديث النائب صباح الكناني حول مساومات والتحرش بالنساء في السجون الحكومية. النساء تتعرض إلى تحرش، إلى مساومات، إلى بيع الشرف، إلى رقم الموبايلات، إلى التحرش بالطريق، عدة مساومات هاي على جانب النساء. بالنسبة للجانب الرجال لا شوي الوضع أهون. من المتحرش حتى تثبت الحقائق؟ من يتحرش؟ المتحرش بعض حراس وبعض الفاسدين في دائرة الإصلاح، وهاي كانت على مستوى يعني أكون مواجهات خاصة، لازم موافقة من المدير العام. هذا المدير العام يرتبون ويا لقاء ويرتبون وياها موعد، وأكو شقة بكرادة، وأكو بيت بزيونة، أنا أعطيك يعني بالتفاصيل، وأكو بيت بالجادرية، هذن يكون هناك يروحون يلتقون. المن ذن البيوت؟ هذا تابع للمدراء، هذني للعلم هي هاي الجروب، هذا المجموعة هي اللي يديرها، هي هاي المؤسسة كلها كدائرة إصلاح. هم 3 أشخاص هو كفاح ومشتاق وعقيل، مسؤولين شركة الإطعام والتجهيز في وزارة العدل، يتم مساومتها ويتم كل الأمور، كل الأمور يتم مساومتها وأخذها وعلاقات وأجيج وتعاليلي وتليفونات، وبثلاثة بالليل يخابرها وتردين تشوفين ابنك، لو تشوفين رجلك، لو تشوفين أخوك، تعاليلنا بهذا المكان باشر ساعة بالتسعة بالعشرة تجينا، وإن شاء الله عقب باشر ترحين تشوفينه، راح نغير لك اياه من هاي القاعه لهاي القاعه، راح نغير لك اياه من هاي الرصافه لهاي الرصافه، او من القصوى للتاجي، او من سجن الحوت الى فلان، او من سجن سوسن جيب البغداد، او من سجن الناصريه الرجعه للمطار. استاذ نجم، قضيه نعم. السجون يراد لها نهضه عراقيه شريفه، ناس عندها غيره، ناس عندها غيره. المدير العام هاي تجي من المدار، من الإدارة، يعني من المدير العام دائرة الإصلاح، ما تجي من الوزارة. زين. الوزارة بعيدة عن هذا الموضوع. المدير العام عبارة، أي مدير عام يجي هو عبارة عن آلة أو جندي شطرنج. أي. جندي شطرنج. أي. اللي عينه واللي نصبه واللي يدفع فلوسه حتى يصير مدير عام هو كفاح ومشتاق وعقيل. أي. أنا مصر على هاي الأسماء وعندي أدلة. المواجهة تكلف من 2000 دولار إلى 3000 دولار. انت انتبه استاذ نجم، أي. المواجهه مو لاي واحد يجي خاصه، المواجهه تجي فقط لرؤوس المافيات والارهابيين، هاي تجيهم موافقه خاصه. ها ما حد يجي انا ابني اي هذا العالم، هاي هيك الزغار ما حد يواجههم، ماكو مواجهه خاصه. عندي واحد جاني شايب قبل اسبوع، ابنه بجلطه، اي ابنه بجلطه، علاجه ما يقبلون يطببونه له، كيلو أي. مخدرات وكيلو حشيشه وكيلو كريستال عادي يطب، بس علاج مال جلطه ما يطب علاج جلطه، لان شنو الرجال فقير، يقول انا ما عندي يا باطي ورقتين، ما عندي ورقتين اطلع شاشه. السؤال هو وين الحكومه الحاليه والحكومات السابقه؟ وين وزاره العدل عن هذه الانتهاكات؟ وين الاحزاب الاسلاميه اللي عندها وزراء ومسؤولين في كل مفاصل الحكومه؟ وينهم اللي خابصين بالغيره والشرف وكرامه المواطن؟ ومن ينتفض المواطن ويطلع تظاهرات يطلعوا إرهابي وعنده أجندات خارجية وده ينفذ مؤامرة على العراق، ليش هو أكو أكبر منكم مؤامرة حلت على رؤوس العراقيين؟ يعني هو تحدث قال، طبعا هو يريد يبرر وزارة العدل وهذا الكلام مو صحيح، وزارة العدل هي مسؤولة عن هذا الأمر، أمر السجون. قال هناك شقق في بغداد يتم المساومة
يعني هاي دائرة الإصلاح ما شاء الله، هذا الاسم المفروض يعني يتم تغييره، يسموها دائرة المساومة على شرف العراقيات. وظل يكرر أسماء كفاح ومشتاق وعقيل، من ذولا؟ طلعوا ذولا هم اللي يعينون وهم اللازمين السجون وهم اللي لازمين وزارة العدل. يا أخي تكلم، أنت تكلم بصريح العبارة. قال المواجهة الخاصة، هاي أكو مواجهات خاصة 5 نجوم VIP 2,000 إلى $3,000 مواجهة خاصة لرؤساء الماذيات وللإرهابيين كما وصفهم. يقول لا يتم إدخال الدواء إلى السجناء الفقراء. وتحدث عن حالة شخص زلمة شايب جاء قبل أسبوع عنده ابنه مريض ويحتاج إلى دواء ما قبله يدخلوه، يقول ولكن كيلوات من المخدرات تدخل إلى السجون. ما شاء الله، قرت عينكم يا الأحزاب الإسلامية بالعراق، قرت عينكم كيفين جماعة هيهات من الذلة وخابصيننا وجماعة ولاية الفقيه وراقضين وراء نسوان المعتقلين ويريدون حال العراق ينصلح بيهم. يعني شو تريدون؟ سرقة سرقتوا، قتلتوا، تعديتوا على شرف الناس، بهذلتوا البلد، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. معنا اتصال أم وسام من الطارمية، تفضل يا أم وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. شلونك يا أم؟ شلون صحتك أستاذ أمام؟ يا هلا بيك، الله يسلمك ويخليك. أي تدوى يوم يعني على مود المواجهات، يعني ما راح يستخدم المواجهات مع المعتقلين؟ نعم. نصين التلفزيون أم وسام الله يخليك، احنا ما نعرف، احنا ما عندنا معلومه انه يفتحون مواجهات ما يفتحون مواجهات، احنا بدنا نتحدث عن الانتهاكات اللي تصير داخل السجون. اي انت صار لك ايش قد ما شايفه ابنك؟ منو عندك مسجون؟ من يوم 22/2 22/2 شفته، بعد ما شفته والله. نعم. وخبرنا قبل اسبوعين دزلنا بصمه قال يما راح يفتحون المواجهه. ايه وضعهم بالسجن شلونه؟ قبل اسبوع. ها؟ وضعهم بالسجن شلونه؟ لا يقول زين الحمد لله، مرتاحين الحمد لله يما، يقول زينين. نعم. بس يما تدوى من تجي تجيبي لي حشوه ويا اسمال اسنان لين سني وجعني ثلاث مره ومخدر. ايه وتجيبي لنا وحولي لي حواله. ايه هالشكل طلب من عندي. شلون شلون تحولي لي حواله؟ قلنا له ما يخالف. ها؟ تحولي لي حواله؟ اي حواله هسه بعد ما رحت حولت والله. ليش السجن؟ يوم الاحد اروح. شنو السجن بيه مكتب صيرفة او شنو هاي؟ لا احنا نحول بالحواله من المصرف ما هاي السخونه المول مال الحارثيه احول له من هناك. شنو تحولي له؟ يجوزون ادرسها. زين منو يستلم الحواله؟ من اللي يستلم الحواله؟ هم يستلمون بالحواله هنا بالحارثيه. نحوليها احنا؟ هم يستلمون عادين يوصلون للسجن. دزولي ادرس عشان قالوا بان وصل الحواله وصلت للناطريه. زين توصل الحواله ابو سام؟ الحواله توصل كامله؟ وصلت. هي وصلت كامله. اي والله وصلت. نعم. اي دزيت له ورقتين قال لي وصلتني 240 قبل 5 أشهر خابرني، هسه قبل اسبوعين خابرنا هم يريد حواله. ها كلش قد تحولي له؟ والله يعني صار 5 أشهر من حولت له من نعم. ايام العيد حولت له. زين شنو قيمه شنو طبعاً. قيمه المخدر مال اسنان اذا ما يطوب بالسجن؟ مو اكو تخصيصات؟ يوجعني وجيبي لي حشوه. نعم حشوه مال اسنان ومخدر يما يوجعني يقول وجيبي لي علاج وقوال. نعم. العصبي عندي هاي يقول هم جيبي لي هاي بالبصمه دزلي لنا بصمه سوداء عليه ساعات بس بصمه. نعم. يعني حكي ايه وما حكينا وياه احنا. ايش قد محكوم؟ ايش قد محكوم؟ ها يوم؟ ايش قد محكوم؟ محكوم اعدام والله. اعدام. نعم تهمه. والله كل شيء ما عنده خالد داعت عمر، والله العظيم كل شيء ما عنده. صديقه طلع مشبوه وبنت صديقه راح. والله العظيم بس الثاني حقت له محامي، الثاني حقه محامي. نعم. هذا خامس محامي والله. بس هذا المحامي قال لي راح احيله لجنه طبيه ان شاء الله. يعني وافقوا على اللجنة الطبية.
نعم لان شنو الله يعني هذا هاي صار 3 سنوات و4 أشهر. نعم والله يعني شو بعد صار والله والله انت مشتاقه لقلبه مثل النار بالله العظيم بس اسوي لا حول ولا قوه الله يعينكم الله يعينكم يا رب يفرج عليهم وعلى أمة محمد يا رب يفرح النساء لو استاذ استاذنا الكاظمي من طي عصور بعيد الجيش كان هسه كلنا نروح ننتخبه والله روحنا شي وين ما كان نروح ننتخبه لو بس يصير عيد الجيش عفو عام ليش ما انطى عفو عام ليش كل شيء ما ينطون هيك بس واحد يوم بينا وبس على التخدير ما الله يفرجها نقول لكن الله فرج يجي قريب يبشرون بالخير. نعم ام وسام من كنت تروحين قبل السجن تواجهين ابنك شلون التعامل معاكم من قبل اداره السجون؟ لا والله والله معاملتهم زينه واحد يكتب اميره بالله العظيم زينه معاملتهم ويعني مؤدبين معني ما حد يعني يسوي الادب بس انا كنت مع احتراماتي للنساء الزينات يعني لان اكو بيهن شويه هن مراحه ليش واحد يكذب بس والله العظيم يا الولد يحب بابين كلش ما شاء الله ورسوله جيد. ما قد يوم رحنا واخذت بنتي وياي واختي راحت وياي وما قد يوم ساعه الادب ويانا واحد السوفينير نعم يعني كل لو خليت قلبت طبعا اكيد ما ساعه الادب نعم لو خليت يعني قلبت احترامنا احنا رفع احترامنا ونحكي باحترامنا نعم وها هي كل شيء ماكو بعد ونريد رحمة الله إن شاء الله ونعم بالله ونعم بالله ويطلع الشباب نسأل الله أن يفرج عن الأبرياء. أنا أشكرك أم وسام من الطارمية كانت معنا. طبعا ملف الانتهاكات داخل السجون الحكومية هو قديم جديد مثل عام 2003 وعمليات التعذيب الممنهجة اللي تطال السجناء بدوافع انتقامية ومع مطالبة مسؤولين بوضع حد لتلك الانتهاكات. يؤكد آخرون بأن جهات حزبية تنفرد بالسيطرة على الملف وتمنع التدخل فيه وملف السجون يعد من أخطر الملفات في العراق وسط اتهامات للحكومات المتعاقبة بزج الآلاف من المعتقلين فيه بتهم كيدية ودوافع سياسية. طبعا في تصريح سابق للنائب رعد الدهلكي قال بأن ما يتعرض له السجناء في سجن التاجي يعبر عن استمرارية النهج الانتقامي في حماية السجناء داعيا الحكومة ولجنة الأمن البرلمانية إلى التدخل في هذه القضية ووقف الإجراءات التعسفية التي تمارس ضد المعتقلين وأكد بأن من الواجب التنفيذي والرقابي أن يكون دور لهيئة حقوق الإنسان مع لجنة الأمن تجاه هذا الملف الخطير والوقوف على مجريات ما يحدث من خروقات تجاه السجناء. طبعا يعد سجن التاجي الواقع شمالي بغداد من أكثر تلك السجون التي تشهد انتهاكات مستمرة. مسؤول في السجن تحدث في وقت سابق لصحيفة العربية الجديد بأن السجن تجري فيه عمليات تعذيب يومية وهناك لجان تحقيقية تقوم بمراجعة ملفات السجناء وإعادة التحقيق معهم وإثارة تهم جديدة ضدهم. وأوضح بأن هذه اللجان تستخدم أساليب التعذيب ضد السجناء الذين سحبتهم إلى غرف انفرادية حيث تجري عليهم عمليات تعذيب ومنهج لدفعهم إلى الاعتراف بجرائم إرهابية. وأكد بأن أغلب هؤلاء السجناء ممن أوشكت الأحكام الصادرة بحقهم على الانتهاء وينتظرون إطلاق سراحهم لكن التعذيب الذي يتعرضون له سيحول دون ذلك إذ أن الكثير منهم يجبرون بسبب التعذيب على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها الأمر الذي سيعيد إصدار أحكام ضدهم. وأشار إلى وجود دوافع سياسية وحزبية وراء ذلك ومحاولة من جهات معينة الإبقاء على السجناء وعدم خروجهم. وأكد بأن التعذيب لا يشمل جميع السجناء بل هناك قوائم معينة بأسماء من يراد تعذيبهم. معنا اتصال أيمن من بغداد. تفضل أيمن. أيمن في من بغداد. تفضل أيمن. تسمعني أيمن؟ فقد اتصال مع أيمن من بغداد. يأتي ذلك في وقت تمنع وزارة العدل لجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الأخرى من زيارة السجون إذ أنها لا تمنح الإذن لأي جهة كانت. في تصريح سابق لعضو تحالف الإصلاح محمد الشمري قال بأن الحكومة على دراية كاملة بهذه الانتهاكات لكنها لم تتخذ
أي إجراء وتابع يجب أن يكون هناك تحرك حكومي بفتح تحقيق بتلك الانتهاكات وفسح المجال للجان الرقابية بممارسة دورها بمتابعة الملف. حمل الحكومة نتائج ما يحدث من انتهاكات يتم الصمت عنها، وكانت منظمة Human Rights Watch قد كشفت في تقرير لها عام 2019 عن عمليات تعذيب يمارسها ضباط بأحد مراكز الاحتجاز في مدينة الموصل، وأكد إرسال تقرير تفصيلي بالوقائع إلى الحكومة في بغداد لكنها لم تتخذ أي إجراء إزاء ذلك. معنا اتصال ممتاز من رومانيا، تفضل ممتاز. مساء الخير. مساء النور. الله يحييكم. أهلا وسهلا. شكرا لكم على البرنامج العظيم. الله يسلمك ويخليك، تفضل أخي العزيز. طبعا الموضوع يعني الناس لازم ولا ضمير ولا شرف، يعني إذا هم واحد من وحدة من أقربائهم بالسجن يقبلون يسوون الشغلات هذه، ما نقدر نحكيها بالعامة يعني. نعم. بس عيب عليهم هذول الناس، يعني مهما يكون نساء ونسوان وكلهم أهالينا وخواتنا وأقربائنا وجيراننا، عيب عليهم يعني، عيب عيب عيب. والقضاء العراقي والحكومة العراقية والمحاكم العراقية كلها فلسطين فلسطين. البشر بالسجون وبالمعتقلات وهم لا أبرياء، كل شيء ما عندهم. نعم. يعفون ذول أهل التعاش والقاعدة، وقبل القاعدة منو كانت والله المدعي جبالي، ذولا يقتلون وينهبون وما حد يحاكمهم وما حد يسألهم كل شيء. والناس الأبرياء مثل هم المظاهرات مال حبوبي مال وغيره وغيره مال محافظات، والله يطيهم الصحة والعافية للشعب العراقي، ودا يقتلوهم ويعتقلوهم. وذولا الحشد الشعبي والميليشيات الأخرى وغيره وغيره يقتلون بالشعب العراقي وما حد يسألهم أي شيء. وين 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 القضاء؟ وين المحاكم؟ وين القانون اللي حلف بالقرآن، خلي عيده بالقرآن على العدالة؟ عيب عليهم، خلي يصبحون على نفسهم. نعم. وأكو من الناس من القادة القدامى وعظيمين ويحبون الوطن وذابين بالمعتقلات، ليش ما يطلعون؟ يعني يخافون. نعم. حكومة جبانة، والله جبانة جبانة جبانة. إيه والله، الله يعطي الصحة والعافية للشعب العراقي، والله ينصرهم على الظالمين. الله يعافيك ويسلمك. أنا أشكرك ممتاز من رومانيا. كان معنا اتصال أم مريم من الفلوجة، تفضلي أم مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أختي. إحنا عرضنا في بداية الحلقة مقتطفات للنائب صباح الكناني، وتحدث عن عمليات للمساومة وعمليات تحرش وعمليات لأخذ أموال من ذوي المعتقلين. نعم. نعم. أستاذ عمر، يعني عن المعتقلين ما في كل شيء، يعني عوالهم متبهدلين وهاليتهم متبهدلين وأطفالهم كلها متبهدلة. نعم. وحتى أن مواجهات ماكو، مواجهات ماكو، أريد نشوفهم ماكو. وذول القضاة يعني كلهم يحكمون يعني باطل. اسمعش اختي وياك. الو. اسمعش، ما اريد اقاطعك، تفضلي. استاذ عمر، حتى القاضي يعني. نعم. القاضي ما عنده خيف الله، لا القاضي وانهم يحطون يعني المدعي العام، والمدعي العام نفس الشيء، يتفقون كلهم على هاي الحكومون، يعني يحكمون يتحكم مباران، يعني ما في اي اثبات عليه. نعم. اي وهم يعني طالب من قناتكم، اريد عفو عام، يعني ابن الحلبوسي من برهان صالح، العفو العام، لان هاي عوائل ناس يعني عوائل المعتقلين تبهدلوا، مو بس المعتقلين، يعني لا نقدر ناخذهم حتى مصارف ما عندنا ناخذ، ولا قاعدين لا حول ولا قوه. يعني يقبلوها هم على انفسهم، يقبلونها على نسائهم، ايش دايحه؟ يعني نساء داحت، يعني حسب الله ونعم الوكيل عليهم. اطفالهم داحت، يعني ما عندهم هم شيء، عندهم شيء ما يخالف، بس ما عندهم شيء، ظالمينهم ظلم، كل هذا السجناء كلها ظلم. لا حول ولا قوة من عندهم هم هذول. هم يعني شنو الحكومة هاي؟ الحكومة ما لها ذنب؟ يعني كلها مقلة، بس حاطينهم بالسجناء ويصرفون عليهم، احنا نصرف عليهم، مو هم يصرفون عليهم، شنو صون السجن؟ نعم.
يعني لا طبعا الامم المتحده لا شيء يعني حتى التعقيمات ما يطب علاج ما يطب ما صايره ما صايره. وانا اشكر قناه الرافدين. العفو اختي العفو اختي هذا واجبنا يعني لازم يعني واحد يشوف هاي عوائل المعتقلين يعني يعني شلونهم يعني مو هيك يعني يعني سووا على المعتقل يعني يعني هم لا لا حول ولا قوه شو يسوون يعني هم وكلها بالسجن هاي كلها ترى ابرياء يعني 80% اقول لك ابرياء. نطالب نطالب الحكومه نطالب عفو عام. نعم أشكرك أختي أم مريم من الفلوجة كانت معنا. معنا اتصال أبو مريم من البصرة. تفضل أبو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ عمر؟ يا أهلا بك الله يسلمك ويخليك حبيبي الغالي. باختصار النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول الزاني يزنى به ولو بجدار داره. هذا حديث. ثانيا عندنا مثل شعبي يقول الحرمة بشارب الخير حتى احنا لا منا ولا منا. يعني قبل اذا قالت عونك يا اخوي حافل اكو وماكو حتى القيم وين صارت شوين صارت الشوارب يعني هالرجال شبيها رتبت عليها الشهوة الشيطانية. يعني هو مثل ما تفضل اللي قبلي يعني ما عنده اخوت اكيد ما عنده اخوت ما اقولها بغير عبارة أكيد ما عنده أخوت. وإلا هذا شنو شنو هالجشع شنو يعني كل هال كلهم ذولا ما عندهم خوات ما معقولة. أفهم معنى كلامي. نعم فاهمك أنا فاهمك فاهمك. إيه أفهم كلامي أنا معكوس كلامي. نعم مفهوم. يعني هذا اللي يسوي هذا الشيء يقبل لك الشيء بغيره. يلا نعم. ما أقدر أقولها أنا. نعم نعم. إيه حبيبي الغالي فما أفهم شنو النزاع الرحمة. يعني الله تعالى يقول كالحجارة أو أشد خصوة على القلب. شنو هالحقد هذا؟ يعني حتى لو حقيد بس شنو معناه؟ شنو ليش التجاوز هذا؟ ولو الأخت تفضلت أم وسام يمكن وقالت كذا أنا بتهم قصده شنو؟ بس فعلا ما يخلي البريدة ما حد يحبيده بس حتى لو تكون شيء ظاهرة انت بدائره رسميه محترمه اسمها الاصلاح ولابس جاي وطني. فكل هاي الامور هذه ما تتغلب عليك هاي الامور الوقتيه والشيطانيه والماديه. فيا اخي شغله تحير يعني دول شنو؟ واللي يردون شنو؟ والى متى؟ يعني هذه نار بال 20 سنه راح يصير ما تنطج حقدها اعوذ بالله. حبيبي جزاك الله خير استاذ عمر. نعم زين ابو مريم اريد اسالك قبل ما تروح ابو مريم. اي تفضل تفضل. زين هاي صار لنا 18 سنه يعني ذول الاحزاب الاسلاميه هاي الحكومات ما شفنا ولا سمعنا فد يوم حاسبت واحد من ذولا. يعني ما خايفين لا من الدوله ولا من قانون ولا هم الدوله. مو انا مو قلت لك هم عندهم الضوء الاخضر. نعم وسبق ان قلت لك غير يوم قلت لك هواي امور اسم على غير مسمى. يعني شخص هسه يحمل اسم اسم عظيم بس هو اخلاقه كذا وكذا تنقص لي؟ نعم استاذ عمر؟ نعم فاسم على غير مسمى. والمقطع طلعته قبل البرنامج مال هذا العامري كلش كافي هو الجواب. يعني منطقة مال العدو إذا هو يعتبر عدو شلون أنت جاي يحكمنا؟ هاي المصيبة هي. نعم هاي المصيبة. جزاك الله خير أستاذ عمر. وجزاك أنا أشكرك أبو مريم من البصرة كان معنا. معنا اتصال أبو فاطمة من النجف. تفضل أبو فاطمة. أبو فاطمة تسمعني؟ انقطع اتصال مع أبو فاطمة من النجف. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد، معنا اتصال أبو عسل من ديالة، تفضل أبو عسل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا أهلا بك، حياك الله يا أهلا بك. ممكن تطرقنا عن المواضيع مال السجون وهاي النص اللي بياخذوها؟ نعم، يعني هاي الناس اللي بريئة شنو ذنبها اللي يأخذوها وتموت بالسجون؟ يعني احنا قبل فترة واحد من قرائبنا أخذوه بالسجن أسبوع من الكتل والتعذيب، والعلم هو رجال كبير بالأمر ومات. نعم، شنو التهمة مالته اللي أخذوها بيها أبو عسل؟ بس علي لي صوتك شوية الله يخليك. بدون أي تهمة اعتقله. من اللي اعتقله؟ جيش، شرطة، ميليشيات؟ نعم. لا والله، يعني مو ميليشيات، جهاز مكافأة احتر الارهاب ياخذوه. تمام. اي اسبوع يمهم وتوفوا، اليوم صار له 6 ايام عندهم عند الجهات وما دا يسلمون اصلا. نعم، يعني جراء التعذيب مات ابو عسل؟ اي احنا التعذيب عندهم. ها، قبل شو وقت هذه الحالة؟ قبل 8 ايام، اليوم صار 8 ايام. ها، سلموكم الجثة لو بعد؟ لا، لحد الان. لغاية الان؟ لحد الان ما مستلمين الجثة. نعم. شو يعني طبقا على هاي المواضيع؟ نعم. وهاي الناس اللي ابريات داخلوها يسجنوها وما داخل تطلع اصلا. يعني هذا مات، البقية الناس يعني على الابرياء هي ودي يعزموها ودي يخلون براسها اربع ارهاب وما عندها علم، هي ناس فقراء وما عندها كل شيء. نعم. يعني هذا المواطن تقدر تذكر لنا يا منطقه صارت بها الحاله لو ما تقدر؟ والله اي اقدر اذكر لك المنطقه، ناحيه العظيم. بالعظام؟ نعم نعم. ايش قد عمره؟ والله هو رجال كبير بالعمر. تقريبا يعني تقريبا عمره 55 سنة او اكبر، الان 60 سنة تقريبا. زين، هسه يعني هم متفطنين بمكافحة الارهاب حتى يعتقلوه؟ نعم. اقول لك هسه متفطنين بي، يعني بعد كل هذه السنوات من خروج داعش من دياله ومن المحافظات العراقيه لو شنو؟ اقول لك ناس ابرياء ما عندها شيء، يعني بتهم وبيت ياخذون الناس يعني على جبهتها وكل شيء ما عندهم. لا حول ولا قوه الا بالله. اي والله. هسه انت تريدون الجثه وما ما محصليها. اي لحد الان اصلا الجثه ما منطيهم اياها، ما مسلمينها. نعم، الله المعين، الله يعينكم. الله يسلمك. سلام. عندك شيء تضيفه اخي ابو عسل؟ لا، ممنون منك. انت اريد تحكي لنا عن هالمواضيع وانت يعني طالب لنا بلكت يعني حد يسمع صوتك، توصل اصواتك. والله احنا دائما في هذا البرنامج وفي البرامج الاخرى في قناه الرافدين يعني نسلط الضوء على موضوع الانتهاكات في السجون، موضوع المغيبين، وموضوع المساومات على الاهالي. اي نعم ان شاء الله. ممنون منك استاذ. الله يحفظكم. اني اشكرك اني اشكرك اني اشكرك ابو عسل من ديالة كان معنا. ابو فاطمه من النجف يعاود الاتصال بنا، تفضل ابو فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك، الله يسلمك. حقيقه موضوع الحلقه عن التجاوزات في السجون على خصوصا على الزوار الذين يأتون لزيارة ذويهم. نعم. أبنائهم. أنا أحكي لك أخي عمر يعني حادثة من شخص ثقة، يعني كان سكرتير أمن، سكرتير مدير أمن بغداد، هو اللي حكى لي إياها. قال لي يعني يطلع على كل شيء في الأمن العام. قال لي أنا السكرتير ما أعرف سجن النساء في الأمن العام أبدا، ما نعرف وين هو السجن. ليش؟ حفاظا على أعراض الناس، حفاظا على سمعة الناس، ما يطلع غير الناس اللي هم مخصصيهم.
زين انتو هذا الحكي قبل يعني قبل 2003 نعم قبل 2003 نعم قبل سقوط النظام ويعتبروا هذا الحزب كافر وصدام كافر إلى آخره. المهم ما علينا. شوف يعني كيف الناس المسؤولة الناس اللي تعرف يعني شلون تشتغل لأن أخي ذول يعني السجون وكذا فيها 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 أمور آداب وأخلاق وكذا وفي حتى نساء. طيب خلوا نساء يعني إذا تجي مرة تفتشها مرة كذا إلى آخره. فهذول أخي إحنا يعني لأن ما في لا محاسب ولا معاقب فهذه هي شغلتهم يعني وخصوصا الآن المسؤول على السجون هم جماعة سائرون جماعة الشفية مقتدى الصدر ويعني هذه مهزلة يعني فعلا مهزلة. ثم هذا الأخ المسكين اللي اتصل قبل قليل أخي هذا إجرام إيران في كل مرة يعني يحسون هنالك ضعف وخلخلة في الأمور في العراق يقوموا بهذا الإجرام وبهذا القتل. يعني أنت أخي عمر تعرف قضية المسعف حيدر ياسر شلون قطعوه رأسه وإيديه ورجليه وذابيه يعني في سطح يعني معقولة. وتقريركم عن الصحفي اللي في البصرة اللي تم قتله وتم يعني أهله يقول لك هذه رصاص الميليشيات والأحزاب. نعم. يعني الامور اصبحت لا تطاق في العراق. يعني ما في هل من 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 يعني اين ذا هل من 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 الناس يعني تفهم قليلا في المسؤوليه في الاخلاق في ما في اي شيء في يعني اي لا اين يذهب العراق لا ادري. فانا نعم. اخي يعني احذر كل شخص كل ناشط كل كذا اخي خلي يعني شلون هل يدافعون عن نفسهم هل يسكتون يعني. وهذا الاخ من ديالى او غير ديالى يعني امر اصبح يعني خطر وخطر جدا. لكن نشوف الان مع ذلك اخوتنا في النجف وفي في الناصريه ما ساكتين على هذا. يعني قبل الان يعني تم نشر فيديو اظن القناه مطلعه عليه عن بهاء العرجي. بهاء العرجي يقول الان يعني قوات الشرطه هي شغلها اضعاف الجيش وضرب الجيش وهي عباره عن الحرس الثوري شبيهة بالحرس الثوري في إيران. هذا الأمر أصبح واضح للعيان. يعني قاسم الأعرجي المجرم قاسم الأعرجي عند ذهب للناصرية شنو اللي سوى بالناصرية شو زاد القتل وزاد القمع والآن يتم اختطاف الناس من المدارس والبيوت علني. نحن نناشد أخي نناشد الآن الآن اللي يعيدوا علاقاتهم مع العراق مع هذه الحكومة يعني الدول العربية أو غير العربية يعني تنتبه لهذه الأمور. يعني الناس إلى متى خصوصا السجناء خصوصا المعتقلين. نعم مصيبة. أنت سمعت ما قاله النائب صباح الكناني؟ لا لم أطلع ما زال هسه راح نعيده بعد شوية واسمع. أنا أشكرك أبو فاطم من النجف كان معنا اتصال عامر من النجف تفضل. عامر تسمعني؟ عامر انقطع الاتصال. بالله عزيز المخرج إذا أمكن نعيد المقتطف لحديث النائب صباح الكناني حول ما تتعرض له النساء الذين يقومون بزيارة ذويهم في السجون. خلونا نشوف المقطع مقتطفات أخذناها من البارحة كان عند لقاء متلفز مع قناة التغيير ونرجع لكم. نساء تتعرض إلى تحرش إلى مساومات إلى بيع الشرف إلى رقم الموبايلات إلى التحرش بالطريق عدة مساومات هاي على جانب النساء. بالنسبة للجانب الرجال لا شوي الوضع أهون. من المتحرش حتى تثبت الحقائق من يتحرش؟ المتحرش بعض حراس وبعض الفاسدين في دائرة الإصلاح وهاي كانت على مستوى يعني أكو مواجهات خاصة لازم موافقة من المدير العام. هذا المدير العام يرتبون ويا لقاء ويرتبون وياها موعد وأكو شقة بكرادة وأكو بيت بزيونة أنا أعطيك يعني بالتفاصيل وأكو بيت بالجادرية. هذن يكون هناك يروحون يلتقون المن ذن البيوت هذا تابع للمدراء. هذني للعلم هي هاي الجروب هذا المجموعة أي. هي اللي يديرها هي هاي المؤسسة كلها كدائرة إصلاح هم ثلاث أشخاص أي. هو كفاح ومشتاق وعقيل مسؤولين شركة الإطعام والتجهيز في وزارة العدل يتم مساومتها
ويتم كل الامور كل الامور تم مساومته واخذها وعلاقات واجيك وتعاليلي وتليفونات وبثلاثه بالليل يخابرها وتردين تشوفين ابنك لو تشوفين رجلك لو تشوفين اخوك تعاليلنا بهذا المكان باكر ساعه بالتسعه بالعشره تجينا ان شاء الله عقب باكر ترحين تشوفينه راح نغير لك اياه من هاي القاعه لهاي القاعه راح نغير لك اياه من هاي الرصافه لهاي الرصافه او من القصوى للتاجي او من سجن الحوت الى فلان او من سجن سوسن جيب البغداد او من سجن الناصريه الرجعه للمطار استاذ نجم قضيه نعم. السجون يراد لها نهضه عراقيه شريفه ناس عندها غيره ناس عندها غيره المدير العام هاي تجي من المدار من الاداره يعني من المدير العام داره الاصلاح ما تجي من الوزاره زين الوزاره بعيده عن هذا الموضوع المدير العام عباره اي مدير عام يجي هو عباره عن اله او جندي شطرنج أي. جندي شطرنج أي. اللي عينه واللي نصبه واللي يدفع فلوسه حتى يصير مدير عام هو كفاح ومشتاق وعقيل أي. انا مصر على هاي الاسماء وعندي ادله المواجهه تكلف من 2000 دولار الى 3000 دولار انت انتبه استاذ نجم أي. المواجهه مو لاي واحد يجي خاصه المواجهه تجي فقط لرؤوس المافيات والارهابيين هاي تجي موافقه خاصه ها ما حد يجي انا ابني اي هذا العالم هاي الهيك الزغار ما حد يواجههم ماكو مواجهه خاصه عندي واحد جاني شايب قبل اسبوع ابنه بجلطه اي ابنه بجلطه علاجه ما يقبلون يطببونه له كيلو مخدرات وكيلو حشيشه وكيلو كريستال عادي يطب بس علاج مال جلطه ما يطب علاج جلطه يعني شنو الرجال فقير يقول انا ما عندي يا باطي ورقتين ما عندي ورقتين اطلع شاشه عامر من النجف يعاود اتصال بنا تفضل عامر عامر تسمعني عامر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخي عامر سمعت ما قاله النائب صباح الكناني نعم تفضل أخي أخوي كل هذه الأعمال الإجرامية اللي قامت به الحكومات الحالية وآخرها حكومة الميليشيات الإرهابية التكفيرية بحق كل أبناء الشعب العراقي وحتى وصل الحال للاعتداء على النساء والمساومة عليهم من قبل هؤلاء حراس السجون لكلهم إرهابيين وتكفيريين ومارقين أي والله بس هذا العمل لا أحد يكون أن يسكت عليه هذه نعم التحدي على الشرف يعني فلا يكون واحد يسكت على هذه الجريمة اي والله جريمة تعتبر جريمة الله أكبر اي والله الله أكبر جريمة والله بحق الإنسان يا جريمة الاعتداء النوب على حتى على النساء النوب وصل الحال على يد هؤلاء التكفيريين ها عبيد الاحتلال الغاشم وعبيد الأحزاب الموالية إلى إيران هؤلاء من النظام الغاشم النظام التكفيري كونه نظام تكفيري مارق نوع الاعتداء على هذه على نعم. كل هذه الشريفات الخيرات البريئات من كل هالذنوب وكل هالحال هذه هؤلاء كلهم تكفيريين ذولا والله من كبيرهم الى صغيرهم كلهم تكفيريين حتى القوات اللي تابع لهم قوات اصلا كلهم تكفيريين انجاز مارقين اي والله كله وهذا ما يسمى بالجيش الحكومي اللي اقصد عليه الجيش الحكومي انه يحسبونه انه جيش عراقي والعراق براء منهم هؤلاء الانجاز هؤلاء المعرقين الساقطين اي والله نعم اخي والسلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله ابو عمر من بغداد تفضل اخي ابو عمر الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا بك اخي العزيز قاعد تتحدثون باسم العراق نعم زين اريد اسالك سؤال تفضل زين هو العراق حتى ايش بقى منا حتى احنا نقول ولد العراق شلون هو ايش بقى من العراق واحنا نقول ولد العراق هو اصلا احنا دوله ايرانيه ليس عراقيه حتى نحاسب يعني مثل ما يقول يعني المدراء مدير السجن والوزير العدل هي دولة إيرانية ما عندها كل سلطة بالدولة العراقية نعم
أخي أنا أشكرك وإحنا ملينا من مناشدات وملينا من الاتصالات والمخابرات، ملينا ما يقعد يقولنا حل لأن الدولة مو عراقية. الله المعين. شكرا جزيلا. شكرا أبو عمر من بغداد كان معنا. ربيع من الجزائر، تفضل ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز. العراق منذ الاحتلال منذ التسعينات وهو في الانتهاكات. ألو أسمعك. شكرا. قلت العراق منذ التسعين وهو في الانتهاكات، هذه من انتهاكات الحصار، ماتوا زوج ملايين أطفال صغار على ما أظن الحصار من التسعين، الأولاد صغار حتى الكبار حتى الشيوخ حتى النساء أصحاب السنة الشيعة. والبارحة تساءل أحد من البصرة مع الضيف مع المستقبل مذيع الأمس، قال له ما هو الحل، وقال له المذيع قال له الحل في الشعب، الشعب هو اللي لازم يتلم. ولكن لا تنفع مع الكفار ومع اليهود ومع الجار السوء هذا إيران ومع الروس روسيا ومع الصين، أمور عظيمة. إذا أنا أطالب هيئة العلماء المسلمين يصدروا فتوى، لازم فتوى من أهل السنة مشايخ عظام أهل العراق عظام، إصدار فتوى أهل الشيوخ أهل السنة وبعض أهل الشيوخ الشيعة حتى هم كاين أخرين فيهم رجال، لازم إصدار فتوى. اللي موت يموت على الحق، خير من نروح أنا من متظاهرين هذو الشجعان يهريوا على الزرهم وما أطفال صغار ويموتوا. أقتل كي نتقتل أمري إلى الله، أنا نقتل على الحق. أما إذا نروح نهري صدري وروح نقول ثورة هذا من الجزائر كان ربيع من الجزائر كان معنا اتصال. علي من الموصل، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. لي يا أخ مفقود من وقت داعش. نعم. على جسر زيبز. نعم. وإلى حد الآن ما نعرف أشنو مصيره، سارق على خط بغداد. نعم. شنو شان يشتغل هو قبل؟ من الله خلقه يشتغل على خط بغداد، وإلى حد هاي لحد ما انخطف هو على خط بغداد. ها يعني هو عنده سيارة تاكسي أو جيمسي؟ جيمسي عنده بهبهان. نعم. وانخطف على 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 طريق مزيبز من وقت داعش. الله يعينكم. كان طريق بغداد موصل على طريق مزيبز. نعم. وأخذوه. زين ما راجعتوا حاسبة شرطة جيش؟ ما خلينا. ايه؟ ما خلينا. شنو الرد؟ كل شيء ماكو. وين من نروح؟ سجن الحوت تريناه مكان. ويقولون ماكو هذا الاسم. ومعاه 36 سائق. نعم. ومن ضمنهم ابن خالتي سعد فارس. نعم. والجيمسي نشوفه ببغداد ماله تفتر راكبين بيها الاحزاب ما نقدر نحكي، بس الشارجر رجعوه كانت بمركز، رجعت الشارجر بس الجيمسي ما رجعت، وقف الاحزاب تتفتل بيها. وما نعرف. زين السياره الجيمسي عندي يا حزب. ايه ما نعرف. نعم. بس نشوف الحاية مالهم هذي وحيفترون بيها لابسين عسكريين، ما نعرف ايه ما حزب. نحن نعم. على ما سمعنا من اخذوهم قالوا حزب الله اللبناني. وما نعرف لحد هاي الساعة، ما نعرف اي شيء، ما نعرف. بس نريد نعرف طيبين ام ميتين. هاي من وقت داعش الى حد هاي الساعة، هاي صار 5 سنين. الله يعينكم. هاي آلاف ويقولون بجرف الصخر هم. نعم.
نسأل الله أن يفرج عن حكومة ما تقدر تصل حكومة بجرف الصخر. الله يعينكم الله يعينكم، يعني الله أكبر على الحكومة الأبرياء يا رب. أنا أشكرك أخي علي من الموصل. خلونا بالدقيقة الأخيرة نقرأ رسالة واتساب. رسالة من أبو محمود من الرمادي يقول: نطالب منكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء لمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة كذلك، ويقول والله أبرياء. نعتذر عن عدم قراءة الرسالة كاملة. رسالة يقول من أبو عمر من أمريكا، يقول: أخي عمر، ليس لنا حكومة، توجد أحزاب موالية لإيران. رسالة يقول: السلام عليكم. يقول: القضاة ليسوا بعراقيين وليس لهم شرف كما قال. قال: لو كان أقربائهم في السجون لما رضوا بذلك. أين القسم على القرآن يقول الإسلام بريء منهم؟ رسالة يقول: ألف رحمة على والديك أبو فاطمة النجف، وجزاك الله خيرا على شهادة الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. متابعيكم من ولاية فرجينيا. يقول: السلام عليكم حسام. يقول: إن شاء الله خلاص ونجاة العراق على يد الشباب. نعم. يقول واحد: شو نحكي على الحكومة، صار لنا سنين نصيح وما حد يسمعنا، شلون ويا هاي العيشة؟ علي من علي رياض من الناصرية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.